بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنائنا طلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة معانا باراجراف من 80 أو من 90 كلمة لطلاب المرحلة الإعدادية عن my favorite hobby. my favorite hobby يعني هوايتي المفضلة. ممكن التايتل العنوان ينطلب مني أن نكتب باراجراف عن my favorite hobby هوايتي المفضلة، أو عن الريدنج اللي هي القراءة. سواء كان الباراجراف عن الريدنج أو عن my favorite hobby هيكون نفس التوبيك أو نفس الموضوع. تعالوا مع بعض نتعرف على how to write it. I am a student. I am a student يعني أنا طالب. I am 12 years old. أنا عندي 12 سنة. I am in prep 1. أنا في الصف الأول الإعدادي. طب لو أنا في الصف الثاني أكتب I am in prep 2. I live in Egypt. أنا بعيش في مصر. I like reading so much. أنا بحب القراءة جدا. Reading is my favorite hobby. Reading is my favorite hobby. القراءة دي هوايتي المفضلة. It's useful. It's useful يعني هي مفيدة. It's the food of mind. It's the food of mind يعني هي طعام العقل. I like to read in my free time. I like to read. أنا بحب أقرأ in my free time في وقت الفراغ. I read at home. أنا بقرأ في المنزل. Also يعني أيضا. I read at school. Also أيضا أنا بقرأ في المدرسة. I read short stories. I read short stories. أنا بقرأ قصص قصيرة. I like reading English books. I like reading. أنا بحب أقرأ كتب إنجليزي. Reading helps me to get a lot of information. Reading القراءة بتساعدني. Helps me to get إن أحصل على a lot of information الكثير من المعلومات. طبعا كلمة information نطقها نفسها information. information يعني معلومات. it helps me to know the world around me. it helps me بتساعدني ان اعرف العالم من حولي. really يعني حقا. the book is my best friend. الكتاب هو صديقي المفضل. مرة تانية I am a student. I am a student. طب أنا هخطأ في spelling student ومش هعرف أكتبها. شيل كلمة student واكتب اسمك. I am علي. I am أحمد. I am منى. I am آية. يعني مش مشكلة لو أنا وجدت صعوبة في كلمة student مع إنها سهلة مش صعبة. student جاء من كلمة study يعني يدرس. student يعني دارس أو طالب. يبقى I am a student يعني أنا طالب. I am 12 years old. I am 12. لو عمري 13 ممكن أقول I am 13. أكتب رقم 13. years old يعني كل الطريقة أسلوبها بسيط وسهل. I am 12 years old. I am in prep 1. طب ولو في سنة تانية أقول إيه؟ I am in prep. ها؟ سمع حد بيقول إيه؟ 2. I am in prep 2. I live in Egypt. ممكن أكتب I live in Cairo. I live in Damiet. I like reading so much. I like reading so much. بحب القراءة جدا. Reading is my favorite hobby. Reading is my favorite hobby. It's useful. It's useful. Useful يعني مفيد. جاء من كلمة use يستخدم. هنزودناها full. Useful. It's the food of mind. It's the food of mind. I like to read in my free time. I like to read in my free time. I read at home. I read at home. Also, I read at school. Also, I read at school. I read short stories. I read short stories. I like reading English books. I like reading English books. ممكن استبدلها بساينس يعني علوم. ممكن استبدلها بهيستوري يعني تاريخ.
ممكن Arabic books كتب عربي، ولكن كلمة English مش صعبة. I like reading English books. Reading helps me to get a lot of information. Reading helps me to get a lot of information. It helps me to know the world around me. It helps me to know the world around me. Really, the book is my best friend. Really, the book is my best friend. طبعا انا بكتب الباراجراف بتاعي بالطريقه اللي احنا شايفينها. في كتابه الجمله الاولى بنترك مسافه كلمه، يعني بسيب مسافه سبيس كده مع بدايه الجمله الاولى، وبنبدا الجمله بحرف كابيتال ايام الاي كابيتال، وبعدين في نهايه الجمله بنضع فلوستوب ايام ا ستودنت وضعنا فلوستوب، والجمله التاليه بتكون بعد النقطه مباشره I am 12 years old وأيضا حرف كابيتال وفي النهاية فل ستوب. يبقى براعي بترك مسافة مع بداية الجملة الأولى، ببدأ كل جملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة بضع فل ستوب. وأنا بكتب الباراجراف براعي علامات الترقيم اللي هي الحرف الكابيتال الفل ستوب. طيب وأنا بكتب الباراجراف أيضا بترك مسافة ما بين كل كلمة والكلمة التي تليها، يعني أقول I am مسافة A مسافة student، I am مسافة 12 مسافة years مسافة old، يعني في مسافة ما بين كل كلمة والأخرى. يعني I like reading English books، I مسافة like مسافة reading مسافة English ومسافة books، بترك مسافة ما بين كل كلمة والتي تليها. يبقى بنرى علامات الترقيم، بداية الجملة كابيتال فل ستوب، بترك مسافة ما بين كل كلمة والتانية، والجمل عندنا بتكون جمل ايه؟ جمل متواصلة. ايضا في كتابة الباراجراف عندنا في الامتحان ياريت الجمل تبقى سيمبل، يعني جمل بسيطة، يعني جملة فاعل وفاعل ومفعول. I read short stories. I like English books. عايزة جمل بسيطة كده. I live in Egypt. I like reading. يعني جمل بسيطة وسهلة عشان ما نخطأش في السبيلنج ولا نخطأ في الجرامر، لأن أنا بتحاسب على السبيلنج الخطأ والجرامر الخطأ. ياريت نكون كلنا استفدنا من باراجراف اليوم وتمكننا إن احنا نكتبه في الامتحان. تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح، وما ننساش طبعا لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك في القناة لو احنا مش مشتركين، عشان يوصلنا كل ما يتعلق بمنهج اللغة الانجليزية لطلاب المرحلة الاعدادية. تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح.